السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد، وحشتوني جدا. الفيديو النهاردة تحفة جدا جدا، هيفيد كل اللي تسمعني ان شاء الله لو بتعاني من مشكلة في جسمها او في بشرتها. فضلا حطوا لي لايك وانتوا بتسمعوني عشان تشجعوني، ويلا نقول بسم الله. معايا مكون بيطلقوا عليه في الدول اللي بره الذهب الاسود، باسم الذهب الاسود من شده مفعوله وشده سرعه النتائج اللي تظهر بعد استخدام المكون ده. معايا ايه؟ بسم الله. معايا الفلفل الاسود. الفلفل الاسود طبعا كلنا ما بنستغناش عنه في الاكلات، ومتوفر في كل بيت، سهل الاستخدام. النهاردة هنستخدمه بطريقة سهلة جدا جدا. احنا عارفين جدا ان هو مكون حريفي، يعني حار قوي على المكان اللي هنستخدمه فيه. ما احنا مش هنستخدمه صافي كده، هنستخدمه بتخفيف بالمكون التاني. هنستخدم معاه اللبن الرايب او الزبادي او اللبن العادي. طيب باخد بعمل ايه؟ باخد مثلا معلقة صغيرة، وياريت تكون يكون انت جايباه وطحناه في البيت، تمام؟ ما جابوهوش مطحون من بره، لان في ناس بتعمل عليه كمية، يعني حاجات تانية لزيادة الكمية، بتضاعف كمية الفلفل الاسود. هشوف اسمه ايه في بعض الدول، هحط لكم اسمه على الشاشة دلوقتي. تجيبيه صحيح وتطحنيه انت في البيت، تمام؟ لايه النتائج افضل. يعني زي ما اتفقنا، باخد نص معلقة صغيرة كبيرة او معلقة صغيرة، وببتدي انزل عليها باللبن اللي احنا قلنا عليه اهو. انا كده دمجت المكونين، يعني كده الفلفل الاسود قل من مفعول الحرقة بتاعته شوية باستخدام اللبن. طيب انا عايزة نصيحة لكم كلكم، اي حد بيسمعني، اي حاجة في الدنيا تستخدميها تعمليها ماسك على البشرة، تعملي تيست بسيط الاول، لان ممكن ناس كتير ما تتحسسي من المكون ده، وانت الوحيدة اللي تتحسسي منه، تمام؟ فما نعرفش انت بتتحسسي من ايه بالظبط، فلازم نعمل تيست بسيط الاول تحت الخد، ونسيبه 10 دقايق، بعد كده نغسل ونسيب المكان ده ربع ساعه. لو لقينا فيه احمرار، فيه حكه، فيه هرش، الوصفه ما ناسبتش بشرتي. مش معنى كده اللي هي ما تناسبش باقي الجسم، لا، ممكن تناسب باقي الجسم عادي، بس بنعمل تيست بسيط الاول، تمام كده يا حبايبي؟ طيب كده هعمل ايه؟ دي بتتعمل وقتي، يعني بتعملي المكون بتاعك كده وقتي وتستخدمها اول باول. طيب بعمل مقشر الاول، معروفه قوي اللي انا بعمل مقشر او اللي هو سكراب، ماشي؟ بعد كده بغسل السكراب بميه مائله السخونه، ميه دافيه كده عشان مسامي تفضل مفتوحه، وابتدي اخد من المكون بتاعي بقطنه، وابتدي امشي على المكان اللي فيه تصبغات، في بقع، في كلف، في اسمرار من الشمس، في اي مشكله بتواجهك ان شاء الله هتتعالجي باذن الله، تمام؟ باخد بالقطنه وامشي على المكان، واسيب لمده 10 دقائق، وبعد كده بغسل المكان بميه برده دافيه، وبعد كده بميه ساقعه، وما انساش التونر، وبعد كده احط المرطب المفضل بتاعي. بتتعمل يوم ويوم لا، يوم ويوم لا على المكان المرطب بتاعي، وهتدعيلي جدا باذن الله، ماشي؟ يا رب النهارده اكون افدتكم، ما اكونش طولت عليكم. حطوا لي لايك قبل ما تقفلوا، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.